السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا النهاردة تاني شرح الموقع بوك ماني. لو أول مرة تشوفنا ياريت دوس اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس، ولو عجب الفيديو اضغط لايك. النهاردة جايب لكم موقع بوك ماني. الموقع ده أنا شرحته امبارح وسحبت منه، وهنزل لكم النهاردة إثبات السحب التاني من الموقع. موقع لسه جديد، ويا ريت تشتركوا فيه وتحققوا ارباحكم منه. هنخش على الموقع، نسجل في موقع من هنا. اللي لسه جديد ما شفناش الفيديو اللي فات، هتدوس هنا الايميل، الاسم، الايميل، الباسورد، اعادة الباسورد، هتعلم العلامة هنا وهتدوس تسجيل في الموقع. من هنا هنخش على الموقع، الاسم والباسورد، وهندوس دخول. كده احنا دخلنا الموقع. دي واجهة الموقع من الداخل. انا عندي روبل 56 سنت. هنخش الاول نجمع الارباح بتاعتنا. من هنا هتخش الموقع، بيديك 10 روبل، بيديك بيهم الشخصية ديت. والموقع فيه 4 شخصيات، شخصية ب10 روبل وب30 روبل وب50 روبل وب100 روبل. بيديك الشخصية ب10 روبل ديت. من هنا بتجمع، تم الجمع وبنجاح. وتاني خانة تحت الجمع السوق، بتنزل تبيع المنتج اللي انت ايه جمعته، البلورات. او بتيجي من هنا كده في 1433 بلورة، هندوس هنا كده تم البيع. تمام. اول ما تخش على الموقع بتخش من هنا كده عشان تظبط الاعداد بتاعتك. هنترجم باللغة العربية. انا ظابط الاعداد عندي، بس انا ايه حبيت بس اوريكم بتظبط الاعداد ازاي. بتخش من هنا الاعدادات، الحساب. الاول بيديك هنا لازم تفعل الايميل. في هنا بيقول لك بتدخل الايميل بتاعك وبتدوس، بيبعت لك رساله على الايميل تفعيل. بتفعل الايميل وبتيجي من هنا بتكتب كلمة مرور. ان انت لما تيجي تسحب لازم تدخل كلمة مرور دي، ولازم تكون ايه فاكرها، يعني في رقم بتحطه وتكون فاكره عشان تيجي تسحب بيطلبه منك. ومن هنا بتحط رقم المحفظة بتاعتك. اي بنك انت بتتعامل معاه بيبقى ليه رقم محفظة، بتحطه هنا وبتدوس ايه تعيين. ومن هنا بقى ايه دي كلها البنوك اللي في الايه اللي في الموقع. يعني مثلا البعير حطيت الرقم المحفظة هنا اهو، وبدوس ايه حفظ المحفظة. يبقى انا كده ايه حفظت المحفظة وحفظت كلمة المرور. هخش بقى ايه على ايه السحب. السحب هخش من هنا كده طلب السحب، هتدوس على البنك. هنا بتكتب المبلغ الموجود عندك. يعني عندي روبل 59، كل روبل 1 روبل، خمسين سنت. هدوس هنا كده وحط الرقم اللي انا ايه كنت عامل رقم محفظة، واعمل ايه طلب الدفع. تم طلب ايه تم الدفع بنجاح زي ما انتوا شفتم. انا كده كنت ساحب مرتين من الموقع اهو زي ما انتوا شايفين. المرة الاولى كان 1 روبل اهي، المرة التانية 1.5 روبل. من هنا رابط الإحالة بتاعك. يعني انت بتيجي هنا تصفح المواقع، في رابط هنا الإحالة بتاعك، تحت هنا الإحالات، تحتيها الموارد الإعلانية. ده الرابط بتاعك في الإحالة، ممكن تنشره ليك رابط 2، واحد اهو واحد اهو، ممكن تنشره على المواقع، على الفيسبوك، على أي حاجة تقدر تجيب منها اشتراكات ايه في الموقع. ومن هنا تصفح الاعلانات دي برضو حاول انت ما تفوتهاش، كل يوم تعملها. الاعلانات ديت بتاخد عليها ارباح، وفي مكافأة يوميا بتاخدها من الموقع اهي.
مكافأة اليومية ديت ما فوتوتهاش برضو اهي، بتدوس هنا كده بتضاف لك في رصيد الشراء. اه حصلت على المكافأة، كنت واخد المكافأة. وبكده يبقى احنا ايه شرحنا الموقع واثبتنا ان الموقع صادق. ولو الفيديو عجبكم يا ريت تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وان شاء الله فيديو جديد بإذن الله نقابلكم في فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.